اتفضل لويس كمل 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 لا توقف لا توقف وقعت عليها وقعت رعد الله كمك الطيب وين تقول لي قوية يا رجل والله معاك بمك هذا هو القوي هو البوس موي والله مسكينة مقطع جديد من إلدر رينج الحلقة رقم 12 طبعا في هذه الحلقة يا جماعة الخير راح نروح على ميلينا The Undefeated Sword Woman طبعا هذا المكان اللي وصلناه آخر شيء بعلمكم عليه لابد أعلمكم عليه ترى أنا أخذت الرونن حق البلد من كينج من لورد أوف بلد طبعا الرونن حقه يقول أنه يقوي السحر حقي الاستدعاء يصير عنده دم فهذا شيء مرة ممتاز بالنسبة للبلد اللي أنا مسويه حاليا دم بالنسبة للبرج ترى رحت على البرج هذا اللي قريب مع أنه هذا البرج أنا ما أخذ منه يعني رونن قبل بس ما ادري ليش ضبط اني اخذ رونن مره ثانيه فيه فاللي يعني واجه مشكله زيي وتوهق في موضوع الابراج روح على البرج هذا برج زين وهلو زينين ترى فحاليا معي اخوي الغالي فرناس وعزيز حياكم الله منورين يلا حيهم الله يحييك هلا الله يحييك الحال طبعا العيال يا جماعه خير جايين يتشمتون فيني واحد تاكل المغرب والثاني تاكل العصر على عند ميلينا والان انا قاعد اسجل الصباح فاذا شفتوا التيشيرت متغير اعرفوا اني انا نمت وصحيت انجلت و ما عليك الفطور عليه بالضبط هذا الموضوع الله يستر فملينا يا عيال وين مكانها؟ تقولوا لي انه هنا نروح لها من هذه المنطقه صح؟ اي هذه المنطقه ايوه بالضبط يعني بجي من عند البومفاير هذا في هنا والله كهف ايوه انت جلدنا ملينا بشكل سريع نشيك على الكهف يا جماعه الخير يلا نروح والله ما ظنيتي نقطه كذا ها والله ما ظنيتي والله مو وجهي وجه واحد بيقتلها انت رتم خوفيني يا ويلكم اذا كان زي سالفه ابو عيد يوم قال لي ابو عيد وجه له تحيه قال لي انه يا ويلك من 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 بيت بنفينتو في ريزيدنت ايفل يا ويلك يا ويلك يوم شفت اخر شيء شفت ورعب صراحه يعني كنت متوقع شيء يخوف اكثر بس يعني بالنهايه يعني خفت ما اكذب يعني فاتمنى يا جماعه خير انه نطول مع ملينا انا ما ودي اذبحها بسرعه صراحه صح يا ذيابه الذئاب هنا محترمين وهذا القزم راكب على الذئب اوه ابو سام ذا يعني يا رجال اسحب عليهم روح في لوزه هني تهلا خلاص يا بابا يا اخي ودي اغير الحصان حقي وش يسميه ابو عيد؟ لا اسم الثور الحصني الثور الحصني ودي اغير الثور الحصني ذا يا جماعه الخير بس ماني عارف كيف اغيره صديق مسكر هذا سميه الثور الحصني صح يا ابو عيد مداخله من ابو عيد يا جماعه الخير معانا ابو عيد بس يعني مو موجود حاليا في البيت فعشان كذا تلاقون صوته يطلع احيانا ويختفي حياك الله يا ابو عيد منور الله يحييك ابو عيد انت زي العيال برضو تتشمت فيني ولا لا معاي انت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله تتشمت فيني والله شكرا لك يا ابو عيد هيلد شوت باي ذا سيل هذا الباب مقفل شو اسوي اي صح الحين يا علمك تخلي مين عند الرجال الطيب هذاك عند الرجال الطيب صار حصني زين واهله زينين ترى اذبح الرجال الطيب هذا مو رجال طيب هذا واحد واقف يقول لك لايت ذا فور فيجر اوه يقول لك ولع اربع انوار يعلمك وين انوار هذا ايش طيب ليش كذا صارت الاجواء هنا شغل دخلت نفس عالم موازي او شيء كذي اه طيب الانوار وين احصلها كيف شكلها ترقى واحد يسارك الحين شو هذا؟ هذا واحد مختفي شو المسخرة هذي؟ وينه طيب؟ هذا لين وينه طيب؟ يدعسني هذا ما يجلس هذا هو باين ما يجلس مكانه تبي مختفي وتصيده؟ جي خلي ولي صح يا عزيز؟ ايه انوار عشوائية صح؟ اربع هم هذا واحد هذاك واحد قطة عندي يعني تسيك والله يا ليل الليل يا اخي ذا النشبة اقول وليد الظاهر هو طريق هذا حلم الله انه جاء لقيته بشغل ماي واختر خلي ولي خلاص ما ابغى ما undefeated هذا اكيد في سحر في شيء تشربه كذا ويضبطك هنا في وحده فوق بس ما ادري كيف اطلع لها انا ممكن كيف تقتله استدي واحد خلي يصيده ما عندي استدعاء ما اقدر استدعي هنا بهذه المنطقه
كيف اطلع لهذه المنطقه انا الان؟ قاعد ادور عليها زي الخبل، ما في هنا بوابه شيء. شوف ناشب. ناشب نشبه طيبه ترى. حياك الله والله. هنا هنا سلم، شوف وراك. وين السلم؟ اي سلم؟ عند شوف ورا ورا، مشكله يقطع. الدرج اول ما تلقاه على اليمين في سلم. ما في سلم، ما في شيء ابدا. كم 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 كم. خذك تلفها بعد زياده. دقيقة بالله. ما في كذا حركة شيء يسار يمين. هذا السلم. هذا هو السلم. عشوائية توليعة الشموع ها؟ شوف يضرب سعر ومختفي، أصلا لو أنك أنت رجال تطلع. وريني شكلك بس. أنا ما ودي أموت أني أفعل الرونن حق البلد. متعجب صراحة أني أرد أفعل رونن ثاني مرة. أوكي. ولعناها. طيب وين في؟ خليك فوق وشوف دور الباقيات. كأنه هناك في وحدة. هناك في وحدة صح؟ هو في وحدة يمينك. على يمينك، على يمينك ثم على اليسار. وهنا في وحدة قدامي، بس هذه كيف اجي يوم اسطح؟ هي عرفت كيف اجيها. إيه. بس انتبه في الحين بيشقونك باسهم. انا وليد افا عليك بس. يلا. وين اطلع الان؟ كيف اطلع؟ انقز. ما يمديني انقز، وليد بالدم، ذكرتنا بابو فيصل. يمديك يمديك يمديك. الحين انت تلعب لعب اطفال ليه؟ مو عيب عليك الشغل هذا يا خوي؟ شكلهم عزيز شقوك هنا عشان كذا طفت علي ها؟ لا شقوا في الناس. راحت عليك يا مسكين. والله راحت عليك. رجال شايفني وليد، شايفني وليد. ما مات وليد، طيب هذا هو قدامك، ما ذبحوني. اي طيب. اضرب قاعد امدحك انت وجهك. لا تعالي طيب، قاعد تقول لي انه انا مت، ما مت طيب يا خوي. بس ممكن اموت انا، يجيني طرزان هذا المختفي حاليا. هناك في وحده صح؟ هي هناك في وحده. ايه تروح لها. كويس اني مديني انقز. تضغطون بعض تضغطون؟ اوكي خلاص بنثبر بسكت احسن. تصدقون بعض الاحيان اضغط دائره دائره ورا بعض اني ودي انقز زي دارك سولز؟ والله العظيم. ايه تركض وتنقز، لا تركض وتنقز. ما دارك سولز ما تقدر تنقز الا تركض. هذا الان صامل والله. والله انه صامل صبلة طيبة يا ولد، هذا شو وضعه؟ احد ذبحه منكم ولا شو الوضع؟ لا ما سحبت عليه، بس في طريقة انك تذبح تصعد السلم وتنقز عليه. يكون تحتك هو. ما خلاص خلي يولي. هذه الرابعة صح؟ اي اسير واز بروكن. خلاص. ونايس. بس الحين ينقلونك العالم. اشو انهم نقلوني. الأجواء هنا رهيبة يا أخي، برد مع 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 فتات الشجر هذا، طلع كذا جو دافي. أساساً أنا جالس عندهم. حياك الله يا أحمد، دورت. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً عيالي يا جماعة خير جايين يشمتون فيني كلهم. جاي تشمت فيني زيهم يا أحمد؟ منور أحمد. أنا جاي أحارب حالياً ميلينا ذا أند ديفيتد سورد وومن، أنا الحين فوق الشجرة، ذكرتني في نهاية لعبة سيكيرو والله. إي والله نفس الأجواء. اي أيوة والله يطفو قاعد صوتي مضبوط يعني اي مضبوط 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 100%. حياك الله يا احمد منور. الله يحييك حبيبي حبيبي. هذا نايم ايش بدي اقول؟ حول ولا قوه الا بالله. ايوه راح الرونن يا عيال، الطريق انا طحت فيه الان، ف وفلوسي انا ما وين فلوسي كانت بالله؟ فرم مو انا بفرم تسجيلات. ايه بفرم فرم. خذ راحتك وفرم واستانس وعين من الله خير. اصلا فلوسي 34000، 34000 في نهايه اللعبه يا رجل تعتبر 5000. ايش صار في احجار؟ احجار ايش؟ حقت التعديل. انا ما ادري وين قاعد اروح، بس قاعد امشي كذا ترى. اي امشي روح استكشف لين توصل عند جريس. فال تارنشت يا عمي، الدمج هنا ما يطمن يا اخي، اصوات تخوف يا رجل. انا احس نفسي الوحيد اللي قاعد يلعب بالدر رينج ومو قاعد يستخدم شو اسمه. هلا والله، هلا حياك الله يا احمد. يلا سلامات يا الله. سلام. شوف 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 كارث بل. الله
صار روت عادي. الروت اصلا مو قوي ابدا، مو قوي ابدا. الروت لو اقدر اركبه في السلاح واسمم الزعيم وخلي اخذ راحتي ادور كذا. يا الحين انا وين بروح؟ اصلا الموني هذه المنطقة الحلوة. فرم تارنشت. حتى انا هنا كنت افرم. فرمون هنا يا عيال معين؟ ليه؟ شوف شوف الوحش ب 2000 وقريب حيل من جريس. خليه يطيح بس. اوه والله نايس. ما اقول لك شيء ما اقول لك شيء. ايش قاعد تسوي؟ ها؟ روح اشوف هناك ايش فيه. خليه ولي يرد على المسكين، خلوه عايش على لا 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 هني هني دربك فوق. حركات المصاخبة البطلة من دارك سولز 3 يا حيوانات. اصبر هنا في بوس قلت لي؟ هني اقول طريقك الصح، فلو تصعد فوق احسن ورا. خلاص هذا غثيث، هذا غثيث. هني ما يستن. يلا ما راح اهين نفسي، يا انا يا انت. اوكي. هذه الحركة الحين قاعد يسمونها حركة منوب باللعبة. ليش؟ لأنه قال مرة قوية قال. مفيدة. على كيفك تسميها حركة منوب؟ مين أنت عشان تسميها حركة منوب؟ خف علينا يا ميزاكي. موجودة من دارك سولز، موجودة من كل الألعاب. إيش فرقتها الحين؟ إيه إنك تنقز تضرب فعلياً. يا أخي الرونن اللي أنا حاطه ذا حق الدم مرة شكله فخم كذا. احمر وخط كذا بالوسط يذكرك ب ب بش اسمه لورد اوف ذا رينج، العين ذيك اللي في البرج ذيك. ايوه البرتقالية. صح احسه كذا حاطينها هنا. ما في شيء هنا اخ عزيز. اي اقول لك اصعد بس عشان تاخذ ايتم، في ايتم وراك. لا لا ليش نزلت؟ لا اله الا الله. ايش سوينا؟ وين اروح؟ نزل. شو هنا؟ هنا في درج. جيتوا وانتوا هنا؟ لا والله انا ما جيت والله. ابعد. اوه حظنا الاحزان والله. دمجهم ذولي لما يعضونك خلاص. عادي يا رجال. الحمد لله. ما اقول الحمد لله. الحمد لله على ايش؟ الحمد لله على كل حال يعني، بس انه على ايش انك تقول الحمد لله؟ هذا مسكني خلى دمي تفلى. يا لا الحين بيقعد يذل جدنا بالموضوع هذا. انت لا تموت بس، لا تموت. لا اله الا الله. بس كنت ابغى اختبر العمق. تختبر الفول دامج ها؟ لا ابغى اختبر الفول دامج. نعم. اوه حاطينك هنا عباره عن كلب حراسه يا مروح. خلك والله لا خليك. انا باني كلب حراسه. انا باني كلب حراسه. انا الدنيا لعبت فيني بس. والله لو اوريك. والله لو اوريك. انقلب بس. اوه يا رجل قاعد يعطونك بلس 2 بلس 1 كانك قاعد تلعب نيو جيم بلس. وش السالفه؟ هذا تحميك من السحر صح اعتقد. نون بيسايكل دامج. اضغط اف الف اف 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 تلزمن ديبكتنج او تريو مدري ايش. لا قلت اف مو بواي. لا يا اخوي وانا ما يصير. ما عندي اف في ناس انا. وش قاعد تقول انت؟ اي صح انت سوني صح سكي. انا ماني سوني، انا بي سي بس شابك يد اكس بوكس. انا ما ابغى اروح على الطريق مباشره في الناس على البوس. انتوا لاعبين المنطقه هذه وعارفين وين تروحون. انا احب امزمز. ما ادري انت بتفرم ولا انا قاعد احاول ادريك الايتمات اللي انا ابغى امزمز عليها المنطقه. هذا الطريق ينزلني تحت ما ادري وين يوديني. هذا الطريق الحين طريقي هنا صح المهم عشان ارجع. هنا طريق صح. اجل خلاص برجع. انزل تحت هنا. نبتتين. النبته هذه الكهربائيه انا ما دانيها. بس ما في عندها شيء ثاني. خلت عايشة. اخطيت كسر القلب يا رجال. فالتا. ليش وليد ليش؟ خفت. يا اخي هذا الوحش يذكرني بوحوش بلاد بورن. اللي يجون كذا الروس فيا اللي عرفتهم اللي يقعدون يمسكونك ويمصونك ويقول لك سلم عليه. يقول له مين هو؟ يقول لك البلهانتر دريم. اوكي طلعوا ذولي شو اسمه؟
عندك هنا يا مروح شفت كارث بيل بالله يسار ولا يمين؟ سيدة في شيء هنا؟ سيدة في جريس راح شغل جريس أول بعدين على راحتك صح كلامك إذا أنت رجالي من ترجع عليها المراجيل دقيقة يا رجال والله ما أنت برجال اصبر شوي بس تعال انقذ ابوك اول معاك هذا وليد وليد اذبح يخرب بيته يا رجل ابغى مزمز علي انا خلاص انقلع ياك برا 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 يلا برا يلا بديت كذا احس كذا صوت القدر ذا حق دارك سوز اول ما امسك بوم فاير والله كذا يتهيأ لي حتى اي منطقه جديده كذا يتهيأ لي يطلع كذا الاسم كذا قدام عيوني عرفت هذيك الموسيقى حقت دارك سولز موسوسه ترى موسوسه بعقلي فدول الشباب ينطروني عشان ينطحوني ويطيحوني تدري والله جاي يركضون في ام حي ايه شادينها صح شباب يلا يلا جاهز يلا والله شدينها شده ما هي طبيعيه يخرب بيتهم يقولون اطفال يركضون يا رجل والله العظيم اوكي انا سمبر ستون هنا واجد مع انه انا ما احتاج سمبر ستون خلاص والله عندي كثير ما احتاج ترى ابدا زين انا قص صح ايش اكني قص صح اوه حتى هنا جايبينك مسخره عباره عن شخصيه عاديه الله يا الدنيا لا لازم تقتل زي الدوده كذا عشان يموت هناك في شيء بنفسجي خلينا نروح نشوفه لا ما بطيح تكفون عادي يضربوني دمجوني سووا اللي تبغون بس لا تطيحوني الله يدمج هذا الدمج مجرد سناك بالنسبه لميلينا اند ديفيتد سود وومن صحيح صحيح يب هذا الساحر هذا هذا المروح بوس بالدنجن هنا حاطينه مجرد خشب مسرح هذا اهم شيء بس كويس اني قاعد انقص صح احمد ربك احمد ربك كويس اني قاعد انقص صح هذا شيء اهم شيء ترى انك تنقص صح ولا ما يخالف حتى لو انك يعني رحت المكان الصح بس اهم شيء انك تنقص صح هناك غلط ابيض مستحيل اوصل انقز صح هذا قاعد مدمع عينه قاعد يبكي في هنا ما في شيء والله ممكن في شيء ترى ساحر بيغثك والله ثورا والله صعب عليهم اختصار يسارك اتوقع هنا في بوس فايت صح؟ هني بوس ايه هني في بوس انا قلت سوي الاختصار يمينك اول ما تصعد يمين مو هني او ما حصل لي بوم فاير شيء طب كيف اختصار طيب وين الاختصار علمني الاختصار الثالثة على اليسار اصبر شوي في واحد يبغى له تربية بقى. هنا هيل يا ويلك خير ورا الجدار بس روح اركض اختصار وين بسرعة علمني الثالثة هذه اليسار هذه؟ اوكي هذه ايوه هذه بس افتحه وانزل واسحب عليه؟ اتوقع ايه ما ادري ينزل وياه هذا يصعد البوس اكيد هنا بيمرد انا ناسي وين بالضبط الاختصار انا والله لو انك ترقيت فوق يمكن في شيء باب تفتح شيء انا ناسي والله خلاص ما يمدي لا يا شيخ هذا شو اسمه ما غيره خوينا
بس هذا اللي يكون على شكل روح. كان ايكو هنا جاي اصلي. ايوه هي الدنيا. دقيقة يا اخوي مسكين دمج ابو كلب، بس الدمج ممكن علي عالي. تعال ارفس ايه هيل ولي. وريني لا تخاف زيادة عن اللزوم. لا ماني خايف، اتحمس ترى الحين براسي وش اغنية ملينا. تعال انت تظل تناقز زي الاهبل، ناقزي زي الاهبل. انزل عندنا الحصان حقك، انزل. هذا ترى الرمح حقه ذا النبيل ذا. اترك الميمك حقي يا مروح. تعال نقول انقلع، قاعد تسوي لي كومبو انت وجهك. نايس، اعطاني السيف حقه. السيف حقه ما ابغاه، خلي فرناس يستعمله. الناس يحب يسوي تجارب. ايه انا سويت تجارب، انت خذه وكمل، خذ الصافي. والله شوف انا اخذت منه بلادلس، يعني انا قلتها في حلقه اللي راحت اعتقد ولا قبلها، بس هو الله يهديه اعطاني يعني شيء ما كان له داعي يعطيني اياه. يعني اعطاني بلادلس، رحت سويت له تعويذه وجبت له الميكس وسويت استحتي اغلبها بلادلس، فخليت الدمج اللي اعطاني اياه يصير دبل، فخرب علي اللعبه صراحه. ما كان ينزل من هنا لتحت ولا شو؟ ما لا لا تنزل من هنا. والله شو؟ والله ضيعت يا رجل، والله اني ضيعت. بس والله منطقتها حلوه ملينا، تعرف تختار مناطق صراحه. هي اهنيها للحين ما وصلت منطقتها والله. اقطع اللقطه وليد هذه من الحلقه. يا عيال في صندوق، اقلب توم برايدر انقز عليه ولا ما يمديني؟ لا تصعد انزل. اوكي لا تخاف هلا عليك، ما راح يضيع. كويس هذا اهم شيء. لا 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 وليد يقول لا اله الا الله. لا لا ما يبي صندوق، عرفت؟ صندوق وين؟ والله انهم حيوانات، انا ايش دراني صندوق هنا؟ طيب كان مصعد يعني، قلت يطلعني من الوساطه او شيء. اوه قطعه ذهبيه يا حبيبي، خلاص تكفى يا عيال. والله عندي منها كثير، يمكن 9 و10. اقول لك هذه يحتاجها فرناس والله عزيز. تبغى عندي سلاحين كلهم مضبطين حقين الدم يا رجال. انا وانا قاعد اتابعك في تختيمك لي وقاعد تبث لي يمكن 4 5 6 7 8 اسلحه غيرت. انت قاعد تعتمد ساعه كتانا يا رجال. البوس الواحد يمشي عليه 7 اسلحه. يسوي تجارب ترى، يحب يسوي تيست. هذه هي منطقتها صح؟ ايوه اتذكرك حق دارك تستي صح؟ ايه منطقتها حزينه يا عيال. اي منطقه حق دارك سولز تقصد؟ بدايه مو البدايه، لا في منطقه صفراء في دارك سولز يوم يصير يتحول القمر، يوم تحارب عمور دراجون سلاير. عمور دراجون. أيوة. سلاير ارمور اسهل اسميه عمور. صح والله صح. توني ذبحتهم امس انا خلف الكواليس ترى، اخذت من عندهم يد. قال فاركري قال انا ناس مسخره والله. ترى معك 200,000. معي 200,000؟ ما تلفل لي، يبغى لي 300. ليه الليفل عندك عالي؟ الفلوس؟ انا عندي ارخص. انت واسطه. لا والله يبغى لي 222. معي والله واسطه من جد يا السالفه. انت واسطه انت يا فرناس، او اعتقد الشخصيه حقتك تفرق ترى. اذا انت اخذ شخصيه شيء ثاني. يمكن عشان كان اول ما اخذت كانت لفلة. وقول تحت، وقول تحت بسرعة. تحت. فوق، روح فوق، روح فوق أول، روح فوق. لايتنج أدري إيش. والله وليد تقعد فر الماب وهم وراك للحين، عادي نفسي. فريت، خذيت الأيتمات، هم وراك. ما في شيء فوق يا عيال، والله جبتوني فوق على الفاضي. أنا؟
انا ولا عادي ايه في ايتم اخذ ايتم هو بس ما مو مهم عنده عرفت ايه فهمت النظام يعني ما اخذت ايتم ما في شيء هنا الا كان في ايتم ما اخذته لا ما اخذته لهالدرجه الايتم مو مهم عندك خلاص وينه فوق وين اي مكان هنا زين في دخله يمين اروح لها خلك يا اتخلك ليه قمت واحد قاعد يقوم اي والله والله العظيم ما ادري يا اخي يحبون يتعبون نفسهم او ايش قاعد تشوف انت شيء قاعد تشوفه انت تشوفه من تحت افضل لك اترك هذا الصباح مشغل لي شعله ذي ما ادري عن حسب لا مهبل اكيد هنا في منطقه سريه صح بعدين ما صادت انا اي والله زيك انتم مساكين يا عيال درع مين تحسبون نفسكم تبون تذبحونها كذا ميكالا نايت سورد هلو والله شكله لازم تذبحها فيه لا ما اعتقد مني ميكالا اي واحد ميكالا اللي ذبحناها بالمنطقة العاصفة لا هو بنت لا رجال ليش اسمه اسم بنت ما لي دخل انا هذا عادي عنده عادي شكله وسالم وين طريقي الان يسار علموني الحل الحل يسار ايه ما ادري يعني مو ما اذكر ادل اذا الحل اذا الحل يسار اذا الحل اذا الحل يسار انا بسحب على الحل انا ابغى اشيك على المنطقه وراك اشترى اوه هذا دمج عالي ترى رهبه هذبه هذبه لا ما اذا والله يمكن يعطيك شيء هاي 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 يقول لك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه تبغاني احارب ذا كريستال بلدلس حتى دم ما في هذا دم ناشف ما استفيد من الدمج حقي لا هو في البدايه ما ياكل دمج بعدين عاد يصير ضعيف حيل لا ترى الدمج من الهولي ما اسمه هولو يا خوي انا ضربت المنوب وليد مرتين ثلاث يركع بعد انت عد لبسه دمج ليش تسميها ضربه منوب انت تقول عنها ضربه منوب لا انا ما قلت في ناس يا ويلك اسحب عليهم والله بغثونك انا شيك على المنطقه الرقدين يسار ولا يمين يسار ولا يمين بسرعه بسرعه وراك 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 ترجع يسار ترجع روح يمين ايوه شوف دول واقفين كذا نايمين 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 امس امس ملينا هذه مخليتهم يسارون طول الوقت عشان كذا ناموا هم واقفين الجبروت اللي عندهم ايش دراك بالامور هذه انت يا فرناس هذا اشوف حتى منسدح نايم وراه شجره متخبي في عندك شيء ما عندك شيء السلام عليكم نزلت هنا انت عزيز هذا ما كنا يجيب اماكن جديده ولا عشان نتفرج ندقق في اماكن لا 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 لا, لا ممكن احنا مرينا عليها بس ما نذكر عرفت لا انا اظن يا عزيز وشو انه وش لما واحد يلعب يفتك من المكان اللي قد تفرج يناظر كل شيء يعني يركز اكثر ايوه صح أيه. عيال هالمنطقه هذه صعبه هنا اخذ الايتمات وامشي لا تفكر لا تفكر شوف شوف يهددك اقدح عليها يا رجال والله لاقدح اصبر شوي اصبر شوي اخته خوي انت ما لك دخل خوي خلى الفالكري يتحدون مع بعض انت ساموراي انا ماني ساموراي اعوذ بالله اني اكون ساموراي انا شو اسمه فيجابون ترى جاي تاكل لي علكة هولو هذه تعطينا العزيز مو لي تفهمين؟ عبد الله طيرتني بوحدة هذه الحين بنت ولا الحسو خينا؟ هذه بنت ولد هذه لابسة قناع يقول لك اتحداك تعرفني واحيانا تقول لك لا تلحقني مخطوبة يعني على حسب هذا قاعد يقول لا تلحقني مخطوبة عي 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 شوف انا وسخ اشرب قدامك هيل اقرا ابغى اشيك على المنطقه كذا براحه يا اخي بهدوء ما مزعجين ذولي ما يخلونك ترتاح
ما في هنا. كمل كمل شغلك يا خوي، كيف الوضع؟ قلت لك كمل شغلك. قاعد تدرب انت؟ قاعد تدرب علمني. هلا والله هنا ناخذ ذول الجريت هيل 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 تري هيل تري هيل تري اربقا قطنق. ما احتاج تنقز، احتاج ما شاء الله رجال على حافه. الله كنا طقعنا. كان طحت فوق الشجره اعطاك واحده كذا طب واقف عند الباب ترى هو يستناك ترى تدري. بالشركه وليد وصلت. وصلت وين؟ لا تنسى وصلت الملينا. اي قربت قربت. ابغى امزح ويا هذا شوي. جنب اثنين ترى مدرعين اوسخ شيء على وجه الارض. ها انا اقول سحبهم سحبهم داخل بعدين اذا تذبح اذبح. او انك تسحب عليهم وخلاص اركض طق لك عطاق الرثبل شوف الايتمات. يخرب بيتك. ها انا توني ادري انه هين. شرب هيلي عيال قدامك بعد برواق. ها قال لحظه اشرب اجيك. والله شرب حبه واحده عبه هيلو فول. شو السالفه؟ فول على طول. عاد اخذ فلوسي. تكفى الله يرحم والدك. دمك استاذنت ويخلونك. خلاص ذولي برجع لهم بعد شوي ان شاء الله. بعد شوي بعد شوي اذا كان في بعد شوي. يسار يسار وراك وراك في ثلاثه الكريستالي هذا وعندهم ايتم ايتم صندوق صح؟ اي صندوق اتذكر شنو الايتم. شرب 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 قبل ما يقومون يسوون ضربتهم. روتن كريستال سورد ابو رمح ذا مداني وحركات الخايسه ذي. ايه يضرب ما يوقف. ايه اي والله عطني لفلته. يو صح انا جاتي قبل البدايه بجيك بعد شوي. انا مثلا نذبح الان ملينا هيرو رومان. والله عندي اشياء من ذولي واجد ترى يا عيال. ترى ذي الرونن ترى يعطوني اياها تدري ليش؟ عشان اذا وضعي سيء يقولوا روح لفل وتعال. اوه في عفن هنا يا عيال. هنا في بحيرة روت. ايه نايس. بس بس دز على طول سيتا زين عرفت؟ انا بعمل لك حركة الان يا فرناس تصدمك. دقيقة إيه؟ اوريك. اللي ترجع قري كذا. ايوه ايه هذه. صح والله هاكات. هذه افضل حركة تسويها لنفسك العيد. كم كم لا طلعت خلاص تقلب بلاد بورن. هيا خوي ما في الهريوس. ها ما هي طريقة اعتقد. ايه بس انت بلطيح. بحاول اشرب اشرب هيل. ليش شربت هذا؟ خلاص ترى قربت ترى عشان كذا يبغى يخرج. وين رايح وين رايح؟ ايوه ورا كذا 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 لعانه يخرب لي الضربه الاولى اللي تعتبر دمج قليل مره فيني. في ايه ذاك ما داني ذاك. يقهرون وربي. حطيني مصعد ليش؟ قصدي سلم. بس ترجع لو ترجع ولا تبي لا ترجع؟ ليش ارجع؟ ادري اصلا ما بديك ترجع. لا تقدر ترجع لان في مهمة هنا لازم تسويها. مهمة؟ اوكي. اطب مع الموية صح؟ لحظة لحظة لحظة
لا لا ما طب مع المويه، مثل ايش كذا تهيالي انا طب مع المويه. والله خويتكم هذه طريقها مره يدرها النفس. ترى ما بقالك شيء تقريبا وصلت. انا قاعد اشيك هنا في شيء ولا لا. وين هذا؟ فوق طريق من هنا؟ لا طريقك من الصوب الثاني. كويس وشيك انا وش فيه بس والله كأنه ما في شيء هنا. خليني اسحب يبي لها كان مبكي دي. في اي وينه؟ وراه هذا اللي قبل شيء. وشو هذا الانيون باترفلاي؟ ما ادري اتوقع حق كرافت. مصعد؟ نايس. والله شكله في اغراض ولد المستعمل، المستعمل يمكن يصير غير شكله ملينا هذه. ملينا وصلت لها انت يا ولد. خلاص وصلت لها. هذا بوم فاير هنا وش فيه هنا؟ دقيقة دقيقة دقيقة. كان عندها ابواب كثيرة. طيب اوكي ايش بقصدها؟ وشيك على المنطقة هذه اشوف ايش فيها هنا. هذا المصعد جيت منه انا توني؟ لا 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 واحد ثاني واحد ثاني. وين يودي هذا؟ هذا يصعدك فوق تلقى واحد غثيث يضربك بسحر وانت بتصعد سلم وانت قادر. اه اجي بعد شوي خلنا نذبح ملينا. صدق نفسي اني اذبحها بسرعة. لا ان شاء الله تقدر. ان شاء الله. اذا ما اقدر ادق عليه. هذا جيت من هنا انا. سيد هنا. الله يستر يستر. الله يستر عليك. يستر يا ستار على قولتك. قلت الزنديبل مو على قولتي. اوكي خلينا نشوف الكرتين. لا تنسى تصور. هذا صور تستهبل. تخيل اني قاعد اصور. صور صور يعني عشان تحط الميطه بعدين هي بتجلدني بعدين نرجع نصور لها كذا نعطيها موته كذا تصويريه. واساسا جاي يسوي ايش هنا؟ قاعد يطرح نفسه. نشوف ايش تقول له. ميته؟ ايش فيها؟ نايمة. يدها عندي عندي يدها ترى. يدها. ما تحتاج جيد. I dreamt for so long. يقول حلمت الوقت طويل. بإيش حلمتي؟ My flesh was dull gold. لحمها صار ذهبي ودمها فسد. يا سلام كارثة بعد كارثة مشت من عند يدها وهي انتظرت رجعتي. دخلني أنا ماني فاهم ايش قاعد تقول هذه. شوف شوف سيفها مكسور. ايوه I am Melania, blade of Mikala. ذبحت ميكلا.
and I have never known defeat. كلام خطير يا عيال. تقول لي انا ما عمري خسرت. هي هي اذكر يلا اصبري شوي. الموسيقى هذه يا عيال الو موسيقى مارجت شالوها وحطوها هنا. اوكي شكم ساكتين الو شكم فصل النت عندي يا عيال يا جماعة خير فصل النت عندي العيال راح صوتهم والله تبلع دمج هذا او ماي جاد وانا ابلع دمج كانوا تعب هلثة يا سلام يا سلام عبت هلثة خلاص يا سلام والله يا سلام يا سلام عشان كذا يقولوا لي بتكي عندها طلع الموضوع تعب في هلثة صيحة لك سيفين سيب سيب وليد سيفين صيحة صيحة تستن الموسيقى حقت مارغريت جايبينها هنا اوكي انا الحين فهمت لها ترى قبل شيء ما كنت فاهم لها بس انا والله اني ودي اعطيها ضربه زي هذه درعم علي ما درعم مثل لا تضرب عليك والنعم والله تعالي 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 على النور هنا تعالي تعالي خل خل هو يضربها انا اقول خل هيلك دائما فل نصيحة يلا روح 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 اضربها بضربها مرارة وخر على طول بس بس لا تطمع ايه روح بزاوية بزاوية روح روح بزاوية توحد فيها يا خوي توحد فيها وخر 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 يلا روح لا تنقز وليد لا تنقز ناس كمل 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 لا توقف لا توقف لا توقف عيال يوم تتسدن تبلع ضرب اكثر اوكي يا رب ما اسوي الضربه هذيك ايه ذيك تبلع الحين بلدس ترى تموت ترى خلاص ماتت نايس كفو والله فيستو كان متوقع انه في فيستو اوكي نعلمه يا عزيز ولا نخليه خليه هو يشوف البداية ماتت الحين ما ماتت واضحة اصلا من سهولة الفيز الاول انه في فيز ثاني هنا ايش جاي اسوي هنا ماني فاهم قاعد يناظر كذا فوق وشخصيتنا ما ادري ايش السالفه في شيء شاد فكره فوق ويت يا سلام نفس الحركه طلعت بالتريلر عادي يا سلام يا لا هذه كيف هذا الواحد يحاربها شوف العفن فيها يا ساتر التهديد عيونها راحت من زمان هي يا عيال شو السالفه يو بنت قلب دبل ماي كراي ميزاكي شو وضعه العيد العيد انا ميت طوت علي حركه رضوان لا تقعد تضربها مسوي فيها قوي انت وجهك جلدتنا ترى كفاية لا تذبحيني
واخر واخر ابعد ابعد خوي خوي ابعد 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 الحمد لله اني حاط روت روح روح يا ساتر اوه لا 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 تروح لا تروح لا دا 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 تعال خوي تعال تشرب هيل تعال بتموت يا عيال بتموت أبو والله خلاص ماتت نويس كمل 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 لا توقف لا توقف راحت عليها راحت راحت سبحان الله كمك الطيب وين تقول لي قوية يا رجل والله معاك بمك هذا هذا هو القوي هو البوس مو هي والله مسكينة هي يخرب بيته ما اقوى يا رجل قدامه قاعد يشرب قال خلص يا الله يا رجال احمد ربك ترى هو اللي اكل الضرب كله اي هو اللي اكل الضرب اي فعلا فعلا هو اللي اكل الضرب جمعته خير هذه تجونها يوم الميمك ليفل 10 غير كذا ترى ما ينفع صبابين القهوه ترى يجدونكم جلد اذا ما جيتوه بليفل 10 كفوك الطيب يا عزيز والله فعليا ترى هو اكل الضرب شهاده حق انا ما اكلت ترى ضرب والله لو اني مقرب عليها ترى كنت اكلت تبن ومعليش ترى اعتقد انا اللي فادني السيوف ترى البلد اللي مسويه مجرم الناس كلها ترى بسبتك المسكينه تبهدلت والله العظيم علمتنا على 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 الدم ورحنا سوينا بلد دم وضبطنا الوضع ودست الامور عاد سوي لهم عاد ما عندهم دم يعني سوي لهم والله اعطتني دم نعطي دم اعطتني 500000 لا والله 480000 اسمع 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 نضبط 450 تعطيك دكستريتي وصلت 48 عشان تستعمل سلاحه اي دكستريتي وصلت 52 وصلت 52 دكستريتي انا اوه كويس خلاص ما شفت انا من الصبح قاعد اطور اصلا دكستريتي وسترينت بعدين حولت هيل ما ادري حاليا ايش اطور والله محتار اضبط شوي السهر عشان في اسلحه تقدر تستخدمها ما ادري والله ما انا بصراحه دكستريتي وسترينت ما عاد ودي اطور عشان يو جيم بلس اكون مرتاح فيها يعني في طيب واللي ميتة فوق؟ ما في شيء. خلاص. المهم يا جماعة الخير هذه نهاية المقطع الله يسعدكم جميعا شكرا لكم على المشاهدة لهذه النقطة. فرناس علمني الرماية فلما استد ساعدي رميته ورميت ملينا معاه. رميتني أنا بعد. ربيت عزيز. البلد هذا حق البلد يا جماعة الخير لا أحد يستخدمه. بلد سيء يخلي البوس يزعلون عليك. اذا تبغى تستخدم استخدم بس الاسلحه لا تستخدم المكس اللي انا مسويه الحمر هذه لا تحطها والبف هذا لا تحطه العب بدون ذول الاثنين نصيحه لانه اذا لعبت في ذول البوس يخاف منك البوس يقول لك تكفى يرحم والديك ارحمني ولو جزء من الثانيه ف الله يسعدكم جميعا شكرا لكم على المشاهده عزيز وفرناس حابين تقولون شيء قبل ان المقطع ابد الله يعطيك العافيه ما قصرت الله يعافيك الحلقه الجايه طبعا الاخيره 100% الحلقه الجايه خير يا جماعه الخير بنروح ان شاء الله على الشجره ونتهمهم بالشجره ونشوف ايش وضعهم وبس والله في نهايه كل مقطع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صح اني بخلص تختيم الدرينج لكن ما خلصت روحات ولا خلصت مراجعتي للعبه يعني نحلبها لا تخافون في اشياء ثانيه بنسويها باذن الواحد الاحد السلام عليكم